مزعج فام بودكاست. سبح حنو الرزمت بطولة موسم 2012-2013 في الرابطة الأولى والرابطة الثانية باش يتم سحبها اليوم بدايه من ماضي ثلاثة. بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى نذكر باش تلعب في شكل زوز مجموعات بثمانية فرق يلعبوا لقاءات ذهاب وإياب، وزوز فرق الأولى من كل مجموعة يلعبوا مرحلة التتويج في شكل بطولة مصغرة بأربع فرق. بالنسبة لتفادي النزول وين ثلاثة أندية يغادروا الرابطة الأولى، يعني الفريق الثامن من كل مجموعة ينزل مباشرة والسابع من كل مجموعة يلعب لقاء فاصل تحديد الفريق الثالث. وهو نذكركم بترتيبة كل مجموعة. المجموعة الأولى فيها الترجي، النادي الرياضي البنزرتي، النادي الافريقي، الاولمبي البيجي، شبيبة القيروان، ترجي جيس، مستقبل مرسى، اولمبيك الكاف. المجموعة الثانية فيها النجم الساحلي، نادي الصفاقسي، الملعب التونسي، قواف القفصة، نادي حمنالف، امل حمنسوسة، الاتحاد الرياضي المناسيري والملعب الجيس. الرابطة الثانية بتكون متكونة من زوز مجموعات بعشرة فرق يلعبوا لقاءات ذهاب واياب، وثلاثة فرق الاولى من كل مجموعة.